بديت انكشف وبديت يعني اشوفون تصرفاتي، شخصيتي تغيرت. يعني شخصيتي انا انسان طبيعي هادي، صرت عصبي وكثير مشاكل. يعني صرت اذا جيت البيت يعني اكون ظهر متجمعين، اذا شافوني يتفرقون. كنت انا جيت مشكله صغيره اكبرها، تكبر المشكله في حضوري. صح انهم يحبوني، صح انهم، بس انهم صاروا، صرت انا مصدر قلق للاسره، مصدر خساره، قنبله مو قوتها، ما يدرون متى تنفجر. يمكن اليوم كويس بكره ماني كويس. الوالده من الاشياء المواقف برضه اللي تاثر فيني لحد الان. يعني الوالده كانت ارتفع لها السكر والضغط، فجيت انا البيت ما كان موجود فيه وقتها، جيت لها هي تعني تعبانه وطايحه، قالت اسعفني، خذيتها في السياره. خلال السياره قاعد اتواصل مع المروج، مع المروج وقتها. ايوه ابغى الجرعه. فاذكر قالت اسعفني، اول شيء اسعفني وودي المستشفى. هي قاعد تقول لك اسعفني الحين؟ ايوه هي ملاحظه المكالمه، ملاحظه. فقالت اسعفني وودي المستشفى. فاذكر اني دخلتها المستشفى، بس حاولت بس ادخلها بس مع البوابه، ودخلتها وخليتها ورحت قابلت المروج واعطاني الماده وتعاطيت. بعد ما تعاطيت بكيت.